باش كيعجبوك شي وحدين انت كتكريسه في الطوبيس وينزل الشفار ويش الطاكسي لازم مور عاد كيقول لك ما مشى لك والو مشى ليا الويفي مشى لي فين كنتي ملي كان الشفار خاش يديه لا لا كيصحابني كيعرفك لا واه كنت كاري معاه السفلي ظاهره جديده هو شحال من واحد كيتكريسه شفار هز عليه سيف فيه 3 متر وهو كيضرب معاه سيلفي ها انتم اخوتي كتشوفوا صاحبي مصطفى كيتكريسه انا كيصدقوا شادينه هو واحد هو اللي باين في السيلفي اكثر من الشفار طوبيس والهيئه العامه ديال الطوبيس كتخليك تكريسه بلا اللي يطري عليك فيك فيه 4 ديال الكراسه وهز 600 ديال البشر مؤخرا قال لك اسيدي داروا احصاء قال لك المغاربه غير 30 مليون هو راه الطوبيس ملي كيحبس كينزلوا منه 30 مليون اخرى السعود ملي كيحبس راه كينزلوا منه السكان ديال قطر واش عبد الله دايرين لك ديك الجعبه شحال بعيده عرفتي باش ما كتجي فين تشدها تريكو كيطلع حتى كيفوت البوط والقندريسي كينزل الدوزيام ديفيزيون وكتولي عرضه للانتقادات الاجنبيه عرفتي شي فران كيديروا الطوبيس عرفتي راه معاك يفراني الا خليتي فمك محلول تقدر تسرد دري صغير بزاف والسرعه باش غادي الطوبيس والدودان والحفاري عرفتي كتولي تلعب احواش واخا تكون مزابي النقل العمومي في المغرب اصلا ما كيوفرش الراحه علاش شوف دابا التران ما تقدرش تنعس في التران علاش لان ديك السيده اللي غتقول لك فين غتنزل وسط التران كتخدم غير من سيدي يحيى الفوق تنسى راسك بالنعاس تلقاك كتقضى البلوط في بلق سيري وانت راه ما عندك به الغرض اصلا والله يعميها لك يجيك الجوع في التران كيبيعوا لك نص خبزه فيها فرماجه ب 10 دراهم ما تقول غير عجنات وشاكيره القرعه ديال المونضه ب 30 درهم الكسكوشه شاريناها من البارسا بزاف وكيوقف بك في شي بلايص غير الخلا بين اصيله وطنجه ما انت في اصيله ما انت في طنجه وكتلقى بلاكه فيها باحه الاستراحه هزه شهاده الزور من 1992 كيوقف بك بين المحمديه وبوزنيقه نزلت تلقى راسك في واد الشراط بزاف خصكم تحسنوا الجوده ديال النقل العمومي الطاكسي مثلا تقدر تنعس طاكسي كبير ما يمكنش هز 4 اللور جوج القدام والشيفور عرفتي والصهط والجيجان مسدودين الشيفور الزاج ديال اللور ما كيتحلش علاش حيتاش البواني عند الشيفور البواني ديال الشيفور يعطيك الكلوه اللي صريه ديالو ما يعطيكش البواني باش تنفس الدجاج والله لا عطاه عليك بالله اخر مره طلبت ليه البواني قال لي البروش هو باك سحابني عايرشو اخي باحساس يوقع عليك هو تكون راكب في طاكسي القدام بوحدك وفرحان كتقول يا ربي ما يركب معايا حتى واحد شويه كتبان لك جوقه ديال العيالات جايين كيشيروا الطاكسي ملي كتقرب الطاكسي كيبان لك راه غير وحده ولكن في هيئه جوقه ديال العيالات عرفتي معاك كتحل عليك الباب كتغطي عليك كازا كلها كتحس بسكرات الموت معاك كتجلس كتولي انت كتلقى راسك بلاصه الشيفور والشيفور كيولي سايق الطاكسي اللي حداك تخيلوا معايا الصوره الجميله عرفتي الروايح اللي كيكونوا في الطاكسي مع اصلا ريحه الشاكمه والروايض وهذيك السيده اللي حدايا رش عليها شي ايترونز ديال الريحه ديك الطويله اللي مرسوم فيها الناموس الشيفور يلا كامي واحد السيد اللور تفوح منه رائحه الميس تبارك الله ملتزم حدا ثلاثه ضاربين بريكول عرفتي كيتجمعوا هاد الروايح كامل كيعطيوك وجع التراب كتولي حادثه سير بيئيه وسط الطاكسي عرفتي كلشي كينزل داخل هذاك اللي ملتزم اللور كينزل كيغني ايمن السرحاني بلا لا يطري ليه دوك الثلاثة اللي حداه كيوليو مضاربين على أرض في بن سليمان وهما راه ما كيعرفوش بعضياتهم كاع السيدة اللي حدايا قالت لي كان بغي قلت لها حتى أنا تلزاكورة ومرحبا بك الشيفور راه باع الطاكسي الحمد لله ولا خدام مع واحد الكوافورة في ليساس فدابا الحمد لله كلشي كينزل داير كتنزل من الطاكسي كتمشي للمحطة ديال الكيران المحطة ديال الكيران الجميل في المحطة ديال الكيران ديالنا هما الكرسية ديالنا تخيل معايا كتدخل المحطة كتلقى كار واحد و34 كرسي والكرسي ديال المغرب يقدر يقطع عليك ورقه لاي مدينه بغيتي اصيله طنجه تقول ليه الاسكندريه يقول لك باقى ليه قسمين ويخرج جميع المدن متوفره كيقول لك كتقطع الورقه راه دابا غيخرج فعلا كيخرج من برا ديال المحطه كيوقف برا ديال المحطه 4 سوايع اخرين كتقول ليه واش غيشد لوطوروس كيقول لك ان شاء الله غيشد لوطوروس ملي كيخرج كيولي شاد بك شي طرقان دايز منهم غير الطاقم ديال امود جو بوحدو المهم تحيه للمارين طاكسيات والشوفر هادشي غير من قبيل الضحك وصافي تبارك الله عليكم